يقوم طبيب الاسنان بمعالجه اسنانك بالاعتماد على صوره شعاعيه للفكين. تظهر فيها الاسنان وعظام الفكين بوضوح. فيتبين منها اماكن التسوس والنخر والاعوجاج فيها. ما طبيعه الاشعه السينيه المستخدمه في التصوير الشعاعي؟ وكيف يمكنها تجاوز النسج الحيه في الوجه؟ ولماذا يرتدي العاملون في مراكز التصوير البسه خاصه بهم؟ لنتعرف على ماهية الأشعة السينية اكتشف ويليام رونجن الأشعة السينية عام 1895 مصادفة في أثناء دراسته الأشعة المهبطية في أنبوب كروكس فقد لاحظ أثرها وقدرتها العالية على النفاذ من خلال بعض المواد وأطلق عليها اسم إكس ريز أي الأشعة السينية لعدم معرفته بماهيتها وثم أدرك رونجن أن هذه الأشعة تتولد عندما تسقط حزمة من الإلكترونات ذات الطاقة العالية على هدف من معدنين ثقيل. إذا كيف تتولد هذه الأشعة السينية؟ نلاحظ معا التجربة الآتية حيث تتحدث هذه التجربة عن توليد الأشعة السينية حيث يستخدم لتوليد الأشعة السينية أنبوب كوليتش وهو أنبوب زجاجي مخلى من الهواء تخلية شديدة حيث يبلغ الضغط داخله 10 الأصناع الستة ملم زئبقي تقريبا يحوي الأنبوب سلكا مصنوعا من التنجسن يسخن لدرجة التوهج بواسطة تيار كهربائي وذلك بوصله بمجموعة مولدات ويحيط بالسلك مهبط معدني مقعر الشكل يعمل على عكس هذه الحزمه من الالكترونات المنبعثه من السلك وتجميعها على الهدف الموصول بالمصعد مقابل المهبط. ويصنع الهدف من معدن ثقيل درجه حراره انصهاره مرتفعه جدا مثلا الموليبيديون هو عباره عن معدن ذي درجه حراره انصهار مرتفعه. ويوضع بحيث يميل بزاويه 45 درجه على محور هذا الانبوب وينبعث على اسطوانه نحاسيه اكبر منه حجما متصله بمبرد وهكذا نلاحظ ظهور الاشعه السينيه بعد فتره من سقوط الالكترونات وهكذا اذا كيف تتولد هذه الاشعه السينيه؟ تنتزع الالكترونات من سلك التنغستن نتيجه تسخينه لدرجه مناسبه وتسرع الالكترونات المنتزعه بالحقل الكهربائي الشديد المطبق بين المصعد والمهبط فتصطدم الالكترونات المسرعه بذرات الهدف كما نرى ويؤدي جزءا منها الى انتزاع الالكترون من الكترونات الطبقه الداخليه في ذرات الهدف ويخلف وراءه ثقبا فينتقل احد هذه الالكترونات من الطبقه السطحيه الخارجيه العليا لذرات ماده الهدف بسرعه ليحل في الثقب ويترافق ذلك باصدار فوتونات ذات طاقه عاليه جدا هي عباره عن امواج كهرطيسيه تدعى بالاشعه السينيه لنلاحظ الان كيف تخرج الالكترونات من هذه السويات الطاقيه الدنيا لتحل محلها الكترونات من السويه الطاقيه العليا مطلقه اشعه هي عباره عن امواج كهرطيسيه تدعى بالاشعه السينيه اما وقد يمر الالكترون بسرعه عاليه بالقرب من النواه فانه سوف ينحرف عن مساره بفعل القوه الكهربائيه الجاذبه فيفقد جزءا من طاقته وتتحول الى اشعاعات اكس ويطلق عليها اشعاعات الكبح. هذا ويؤدي اصطدام الجزء الاكبر من الإلكترونات المسرعة بذرات الهدف إلى تحول كامل طاقتها الحركية إلى طاقة حرارية في مادة الهدف فترتفع حرارتها مما يستدعي تبريدها طالما أن الأشعة السينية هي عبارة عن أمواج كهرطيسية إذن وبما ان هذه الاشعه السينيه هي عباره عن امواج كهرطيسيه فنلاحظ كيف تتولد هذه الامواج عندما تنتقل الالكترونات من سوية طاقية عليا الى سوية طاقية ادنى او عندما يتحرر الكترون او ينحرف بفعل القوه الجاذبه الكهربائيه. هنا نلاحظ خروج الاشعه السينيه نتيجه لاحظوا انحراف الالكترون نتيجه تولد لاشعه تدعى باشعه الكبح. وتختلف هذه الطاقه باختلاف سرعه الالكترون وبعده او قربه عن النواه. اذا تحدثنا ان الامواج او الاشعه السينيه هي عباره عن امواج كهرطيسيه. فما أقصر طول موجة لامدا ميني يمكن أن تنطلق بها فوتونات الأشعة السينية نلاحظ الآن أن هناك كمية من الإلكترونات يمكن أن تصدر عندما تسقط على معدن الهدف طاقة الفوتونات تساوي بقيمتها العظمى الطاقة الحركية للإلكترونات المسرعة التي تسبب إصدارها وبالتالي بالتعويض عن طاقة E بمقدار H سابت بلانك مضروبة ب F ماكس قيمة التوتر الأعظمي تساوي إلى E في UAC إذا هو عبارة عن التوتر بين المصعد والمهبط الذي تتولد من خلاله الأشعة السينية بالإضافة إلى أن E هي عبارة عن شحنة الإلكترون بالمساواة بين العلاقة واحد واثنين ينتج لدينا أن لمدة من أي طول الموجة الأصغر يساوي إلى H في C على E في UAC وهي علاقة طول الموجة الأصغر للأشعة السينيه حيث يو اي سي هو فرق الكمون الكهربائي المطبق بين طرفي الانبوب و سي هي عباره عن سرعه انتشار الضوء وهي قيمه ثابته وتساوي الى 3 ضرب 10 الاس 8 متر في ثانيه ناقص واحد في الخلاء. اذا يمكن تغيير قيمه فرق الكمون الكهربائي بين المهبط والمصعد وذلك بتغيير التوتر الكهربائي ما بين المهبط والمصعد عن طريق تغيير وضع القاطعه التي تعمل على تغيير طاقه تسريع الالكترونات فتتغير الطبقه الذريه التي تقتلع منها الالكترونات في ذرات صفيحات الهدف وطبعا سوف تتغير طاقه اشعه اكس الصادره اما تغيير قيمه الزالقه او المقاومه المتغيره بالنسبه ل التوتر الكهربائي الموصول مع سلك التسخين، هذا سوف يؤدي الى تغيير عدد الالكترونات التي يصدرها هذا المهبط، فتتغير شده اي كثافه الاشعه المهبطيه وتتغير بالتالي شده اشعات اكس. اذا هذا ويظهر تحليل طيف اشعه اكس الصادر عن انبوب الانفراغ انه عباره عن طيفين احدهما مستمر أي مجال مستمر من الأطوال الموجية والآخر عبارة عن خطوط متميزة حادة وساطعة ومنفصلة عن بعضها البعض تقع فوق الطيف الأول تسمى الأشعة التي تسبب الطيف الأول المستمر بأشعة الكبح الإلكتروني وتنتج عن فقدان الإلكترونات المسرعة لطاقتها عندما تكبح أي تبطأ عند اصطدامها بصفيحة الهدف اما الاشعه التي تسبب الطيف الاخر المؤلف من الخطوط الحاده المنفصله فتنتج عن الانتقالات الالكترونيه لملء الثقوب الداخليه في الذرات المهيجه في صفيحات الهدف. ماذا عن قابليه امتصاص ونفاذ الاشعه السينيه؟ تتوقف قابليه امتصاصها ونفاذها على واحد ثخن الماده حيث تزداد نسبه الاشعه الممتصه وتقول نسبة النافذ منها كلما ازداد ثخن المادة كما نرى هنا. إذا ثخن المادة له علاقة كبيرة بقابلية الامتصاص والنفاذ. العامل الثاني الذي يتعلق بقابلية الامتصاص والنفاذ هو عبارة عن كثافة المادة. حيث تزداد نسبة الأشعة الممتصة بازدياد كثافة المادة كالرصاص والذهب والعظام. وتقل نسبة النافذ منها بنقصان كثافة المادة كالخشب والبلاستيك وجلد الإنسان لذلك يستخدم نوع منها في تشخيص الكسور عندما يتعرض الإنسان لحادث أما طاقة الأشعة فتتعلق بنفوذية أشعة إكس بطاقتها المرتبطة بقيمة فرق الكمون المطبق على أنبوب توليدها وهكذا نستطيع أن نتعرف على بعض خواص الأشعة السينية فهي ذات طبيعه موجيه اي هي عباره عن امواج كهرطيسيه اطوال موجاتها قصيره جدا تتراوح ما بين 0.001 و 13.6 نانومتر لذلك تكون طاقتها عاليه جدا وهي اقصر بكثير من اطوال الامواج الضوئيه ايضا هي ذات قدره عاليه على النفاذ كما لاحظنا وذلك بسبب قصر طول موجتها ولا يمكن أن تصدر أشعة اكس إلا من ذرات العناصر الثقيلة نسبيا بعد تهييجها بطريقة مناسبة أو من الإلكترونات المسرعة بعد كبحها ضمن وسط مادي. هي تشبه الضوء المرئي من حيث الانتشار المستقيم، الانعكاس والتداخل والانعراج وكذلك سرعة انتشارها فهي تساوي سرعة انتشار الضوء في الخلأ. ما يلاحظ في الاشعه السينيه انها لا تملك شحنه كهربائيه، اذا فهي لا تتاثر بكلا الحقلين الكهربائي والمغناطيسي، واخيرا هي عندما تسقط على بعض المواد تسبب تالقها بسبب قدرتها على اثاره ذرات هذه المواد. ولا ننسى انها تؤثر في الانسجه الحيه فتخرب تلك. الانسجه اذا استمر تعرضها لهذه الاشعه لفتره طويله